حضرتك بتقول لي تشكيل، تشكيل النهارده، انا لو هتكلم على تشكيل اللي احنا جايبينه النهارده عشان نشتغل بيه، طيب هنقول في حراسه المرمى من وجهه نظري، من وجهه نظري اللي هنشتغل بيها، محمد صبحي حارس مرمى ماشي تمام، هشتغل بالونش وحسام عبد المجيد، المسلوسي وفتوح. هتقول لي الونش يعني ممكن ما يكونش جاهز، لا الونش ما دام دخل القايمه بتاع الفرق يبقى الراجل شايفه جاهز من وجهه نظره، وشايف ان هو رجع وبقى سليم 100%، لو ما كانش كويس ما كانش يدخله اللائحه، ما كانش يدخله قايمه الماتش النهارده. الونش قوه ضربه، بيعرف يحرك الناس اللي جنبه، بيعرف يحرك الناس. الونش يقدر يخلي حسام يشتغل بشكل اسوء، ويخلي يفتح ويخلي مسوي يقدروا يطيروا على الثقه، يقدروا يشتغلوا وياخدوا ثقه ان هو هيغطي. كده هتلعب اربعه، هلعب اربعه ماشي. انت هتلعب اربعه. طيب عشان اشتغل بشكل ايجابي وشكل هجومي عشان اضغط على فرقه الترجي من الاول، هلعب اربعه، هلعب في نص الملعب دونجا ورؤى، دونجا ورؤى الاثنين يقفلوا لي الملعب، انا عايز الاثنين يقفلوا الملعب، انا مش عايز منكم اي شكل هجوم، عايز كل شغلكم يشتغل بالعرض، وابقى انا حائط صد قدام المدافعين، واقطع اوصل الكره بس للراجل اللي هينقلني رقم 10 ده اللي هو بالحاج. هبدا بالحاج من وجهه نظري، بالحاج لعيب عمل ماتش حلو قوي الماتش اللي فات واللي قبليه بصراحه، عمل ماتش لعيب، لعيب كويس، لعيب بيأدي زي بتوع شمال افريقيا واقوى، عنده روح هو فاهم طريقه لعبهم ويقدر يلعب عليهم ازاي. تمام، هلعب ناحيه اليمين زيزو، ناحيه الشمال شلبي، قدام الجزيري شلبي ولا نضاي؟ لو نضاي جاهز، لو نضاي جاهز بس الاكثر يعني الاكثر ماتشات واخد في الملعب شلبي. شلبي الماتش اللي فات برده كان فايق شويه. تمام، ماتش ما هو يعني طول ما حضرتك بلغه الكوره كده رجلك في الملعب فانت تبقى فايق اكتر، ما اقدرش اجازف بنضاي من بدايه اللقاء، انما هشتغل بشلبي هشتغل. طب الجزء ده او الشكل ده لازم الجزيري يضغط من فوق ومعاه شلبي ومعاه زيزو، بالحاج هيبقى هو رقم 10 اللي يعمل ربط بين نص ملعب بين ايه؟ المهاجمين. طب لما نضغط بالاربعه دول من فوق لازم دونجا يجي تحتيهم ورؤى يجي تحتيهم، لازم نبقى كومباكت نزق الناس مع بعض نشتغل. تمام، نشتغل كل دول. تمام، انما انا لو الكوره عدت من الناس دي دونجا ورؤى لازم هم يبقى اول حق الصد ما توصلش عند المدافعين بتاعتي. طب اسال سؤال تاني، لو الهدف اتاخر للزمالك ما استعجلش، هل ممكن نشوف تبديلات هجوميه؟ يعني ايه الحلول الهجوميه اللي ممكن فيريرا يشتغل بيها؟ ممكن لو الهدف اتاخر مش هطلع جزء، لازم العب باثنين مهاجمين. طب مين اللي يطلع كده؟ ممكن اروح مطلع شلبي وملعب نصر منسي، وانا عايز العب باثنين مهاجمين اضغط من فوق. طب كده فقدت الوينج ليفت، ما انا هدخل بالحج وادخل زيزو ناحيه الشمال واطلع الاثنين دول، يبقى انا هلعب 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 عشان اضغط من فوق باثنين فراوده. وفي حاجه حضرتك قلتها كويس قوي، قلنا نص الملعب عايز اضغط عليه، لو عملوا تكتل الدفاع هيشتغل ازاي؟ عندي حل او اتنين بسوي، لازم اعمل كرات عرضيه كتير جدا. طب الكرات العرضيه مش هيبقى لوحده الجزيري بس، لو الجزيري ومنسي اتنين فراوده هيقدروا يلعبوا بدماغهم، ده جزء بشتغل عليه في علم التدريب. طب علم التدريب، طب لو انا عامل تكتل يبقى عايز تصويب من بعيد، تصويبها من ايه؟ من عند شلبي، من عند زيزو، من عند الجزيري يفضي وتتلعب من هنا او بالحاج من تحت. انت عندك كل اللعيبه بتسدد، يعني انت عندك دونجا ورؤى وبالحاج وزيزو وشلبي وسيف كلهم بيسددوا. طيب هل اقدر افضي له المساحه اللي يسدد منها؟ يعني البودل اللي هينزلوا بيسددوا، هل اقدر افضي مساحه يقدر يسدد منها ولا لا؟ ما انا مش عايز تسديد عشوائي، عايز تسديد يبقى فعلا في تسديد في وجه المرمى، ان انا عايز اجيب جول، يبقى تسديد بشكل منظم وبشكل ايه؟ والله النهارده انا يعني انا متفائل خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. لو الزمالك قدر يسدد تسديده قويه بين الثلاث خشبات زي ما بنقول كده تمام هتخش جول. ما انا بقول لحضرتك التسديد بين الثلاث خشبات، انا اراهن على ده، اراهن لو الزمالك سدد تسديده قويه في بدايه اللقاء بين الثلاث مش بره، بين الثلاث خشبات جون. خلينا اقول لحضرتك مع احترامي لبن شرفية طبعا تمام. جون تمام. محترم وجون كبير، ولكن سهل يدخل فيه اهداف من التسديدات. اي حارس مرمى في العالم التسديدات ممكن تكونه في الهواء، الكره جايه ممكن تيجي انت بتركز على الكره كويس قوي، فالتحرك بتاعها في الهواء بتفرق معاك، متحرك بعيد عنك. لا هم هيكونوا في الاول الجماهير مع التوتر مع الحاجات، لو زيزو عدل وشاط، لو حد لو شلبي عدل وشاط، لو دونج اي حد هيعدل ويشوط، بالحاج ممكن النهارده يسجل، بيعرف يسجل من الاهداف. عشان اسدد عشان اسدد من بره 18 عندي حلين، يا الحل هو بتتلعب عند الجزيري بصلاح اللي جاي في وشه عشان وصلح بشكل متقن قوي، مش ان هو صلحها وهي نازله عشوائي، لا لازم يصلح بشكل متقن، يبقى انا بهيئ لزميلي اللي جاي اللي بالحاج او زيزو او شلبي جاي عشان يجيب جول، يسدد تسديده في ايه؟ في نطاق المرمى. ده جزء. الجزء الثاني يبقى انا لازم الجزيري يوسع المساحه اللي على ال 18 وجاي زيزو او جاي بالحج او جاي شلبي بوشه، لازم يوسع له عشان يديله مساحه انه يقدر يخترق فيها. او بالدبل بص المساحه دي عشان يقدر يحط له دبل بص يشوط فيها. طب لو هم قفلوا الجزء ده وما قدرش يخترق من المنطقه، يبقى لازم اشتغل على الاطراف. انا لازم اشتغل على الاطراف عشان اخلخل المساحه بتاع مدافعين الترجي يبدا يطلع لي بره. انا عايزه يخرج من الجزء ده يطلع لي بره. التسديد مش هيجي من نص الملعب او مش هيجي من على 18 غير لما خلخل الدفاع يبدا يتحركوا على الاطراف. الاطراف ده هتبقى شغل زيزو وشلبي مع فتوح ومع المسلوسي. في الجزء ده هيشتغل عليهم بشكل ايجابي كويس قوي. لازم اخرج الناس دي، وفتوح بيعمل دي حلو قوي.
فتوح بيعمل دي، بيعرف يعدي مهاري كويس، خفيف بيعرف يروح ويرجع كويس قوي، فدي هتفرق قوي. بس عندي حل، لو انا النهارده زيزو لو رحت من الاطراف ومقفوله مش لازم اعمل اوفر للجزيري، دايما ابص على جاي من تحت. دايما ابص على جاي من تحت، لان الجزيري هيبقى بتلعب عليه اتنين وهو فرود واحد لوحده، فعشان الجزيري يلعب بالدماغ اللي جاي فاضي من نص الملعب تمام، او الزياده العدديه من شلبي او من نص الملعب من اللي جاي من تحت، عشان الجزيري يلعب بدماغه بشكل كويس قوي لازم يتحرك، يبقى ياخد الخطوه الايجابيه قبل المدافع.